ومن هولندا تحديدا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة سحر رمزي، منسق عام حملة مواطن بالخارج في هولندا. برحب بحضرتك على هوا راديو 90 سعيد. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي من هولندا، بنرحب بحضرتك أستاذة علا. أهلا فندم، تحياتي لحضرتك وكل المقيمين المصريين المقيمين في هولندا. ولليوم الثاني على التوالي يواصل المصريين التوافد على مقر اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للوقوف على المشهد الحالي، ومزيد من التفاصيل إليك يا أستاذة سحر. حضرتك طبعا احنا الحمد لله دلوقتي احنا في مقر السفارة. الحقيقة ما شاء الله التوافد اليوم الثاني على التوالي بشكل مشرف، في إصرار من الجالية المصرية على أنها تشارك في العرس الانتخابي. هم عارفين التحديات اللي بتواجه الوطن والناس عندها وعي كامل. احنا حقيقة شغالين 24 ساعة دعاية على كل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك سواء يعني الواتساب، كله احنا شغالين على طول نقول بس الناس لازم تشارك، لازم تنزلوا، انزلوا ده حقكم، انزلوا ما تفرطوش في حقكم، قولوا صوتكم، ما حدش بيقول لكم اختاروا مين، انزلوا وشارك، الوطن محتاجك انك يبقى ليك صوتك. وعايزين نوري للعالم ان احنا شعب متقدم، شعب على قد الحق الدستوري، على قد انك تحمل الجنسيه المصريه، انزل وشارك. فالحقيقه احنا لغايه الان، لغايه بكلم حضرتك دلوقتي، كل زمايلي شغالين على ده. فالحمد لله مجهودات يعني توعويه الحقيقه استاذه سحر، مجهودات توعويه لحث المواطن على اهميه صوته وادلائه في هذه الانتخابات الرئاسيه. مدى استقبال و يعني تفاعل المواطنين مع هذه الوسائل التوعويه المقدمه وعلى ارض الواقع من خلال مشاركتهم خلال اليومين؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني استقبال جميل جدا. لو حضرتك سمعتي الفيديوهات اللي احنا عملناهم كده بشكل تلقائي، حضرتك سمعي عبارات حب، عبارات احترام، وكانت اهم حاجه بالنسبه ليهم احنا عايزين بلدنا امن وامان. احنا دلوقتي بنحط كل الملفات وكل الدنيا على جنب ونحافظ على بلدنا واستقرار بلدنا وامنها وامانها. احنا عارفين ان بلدنا في وضع صعب، لازم نخليها تبقى مستقره. هي دي الرساله اللي حقيقه امبارح كنا شايفينها، والنهارده لليوم التالي الناس جايه فرحه قوي، جايبين اولادهم الصغيرين وجايبين بناتهم. عايز اقول لحضرتك كمان يعني يمكن من اكثر المشاهد المؤثره ان ناس جت في السبعينات والثمانينات بالعمر مش قادرين يمشوا، احنا بقينا نستنتهم ونطلعهم لغايه المقر الانتخابي وعشان يطلب اصواتهم، ولما فيهم واحد للاسف كان الباسبور بتاعه غير صالح، كان يعني يكاد يبكي ان هو كان نفسه يعمل ده. انا جاي مخصوص، انا مش قادر امشي بس جاي لان دي بلدي، انا عايز احافظ عليها، ان هي بلدي، محتاجين النهارده غير اي يوم، المره دي غير اي مره سابقه. نعم. سواء في 2014 او 18. اتفضلي. نعم. كمان استاذه سحر، لو نطمن من حضرتك على الخدمات المقدمه لكبار السن وذوي الهمم المقدمين والمقبلين على التصويت في الانتخابات الرئاسيه. الحقيقه هنا السفاره بصراحه مش مقصره مع اي حد من الجاليه، سواء يعني من كبار سن او خير. اتاحت اماكن للاستراحه على مستوى السفاره وعلى المقر القنصلي، ان احنا دلوقتي يعني فتحوا الجناح بتاع سياده السفير اللي هي الصاله الكبيره كلها لاستقباله للتصويت الانتخابي، القاعه بتاعت القنصليه كلها لاستقبال الناس، ان هم في اماكن راحه. الحقيقه الطقم القنصلي بنفسه بيطلع بيساند الناس، غير الجاليه كلنا مسخرين لخدمه الجاليه، بننزل وبنساعدهم لغايه لما بيوصلوا، بتقدم لهم كل التسهيلات. نعم. يعني فكره ان حضرتك بينقلوهم من مكان لمكان دون التدخل في التصويت. نعم. ولكن الحقيقه مساعدات رائعه، السفاره عامله دور كبير جدا برئاسه رئيس اللجنه السفير حاتم عبد القادر، النائب السفير شريف بيع عبد المنعم، كل الموجودين. نعم. يعني كل الموجودين، كل التوفيق، كله سياده القنصل، كل الناس اللي هنا، كل العاملين بدون استثناء في هيئه الدبلوماسيه. عفوا شريف بيه عبد، يعني شريف بيه عامل كمان نائب سياده السفير، عامل برضه مجهود كبير جدا في انه امبارح طول اليوم مع الناس، يا جماعه خلي بالكم وانتوا بتصوتوا ايه اللي تعملوه ايه اللي ما بتعملوش، كانت برضه كانت نوع من التوعيه، لان حضرتك كمان غير كبار السن، الشباب الكبير اللي جه كتير وما بيعرفوش العربي بدأوا يشرحوا لهم ده كذا ده كذا، اعمل اللي انت عايزه بس اختار، وبتعمل علامة كذا، يعني هي دي الحاجات اللي هي تفاصيل ازاي تصوت، فكانوا بيشرحوا لهم بالعربي
وبيخلوهم مانعين اي حد يقرب منهم وكانت ده كمان كان مجهود مضاعف عليهم ولكن كانوا بيعملوه بحب. نعم بالتأكيد كل التوفيق والتقدير لكل المجهودات المبذولة في إنجاح هذه العملية الانتخابية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة سحر رمزي منسق عام حملة مواطن بالخارج في هولندا. مستمعينا مستمرين مع حضراتكم لمتابعة كل مستجدات المشهد الانتخابي على راديو 90 على مدار الساعة. ابقوا معنا.